غني هو المطبخ الجزائري بأطباقه وحلوياته الكثيرة والمتعددة، ولبعض تلك الأطباق تسميات غريبة وأخرى طريفة على غرار القاضي وجماعته، تصدام لاغة، سكران طايح في الدروج، وممو في حجر مو، ولكل منها شكل ولون وطريقة إعداد وحكاية. اسماء تاعنا خارجة على حسب المجتمع الجزائري، يعني حسب النمط يعني المعيشي نتاع الجزائريين، باسكو حنا مثلا في بلادنا زمان نشوفوا مثلا نقولوا قاضي، القاضي بالنسبة لنا هو إنسان عظيم، إنسان مقدس، إنسان نحترموه. كذلك مثلا لاغا، ثاني إنسان كذلك باغي نحترموه كما قال لكم قلتوا سيدي. ولهذا في بعض الأحيان لما يطيبوا أكلة يشوفوا يتخيلوها سي ليماجيناسيون باش يمدوها مثلا اسم على هذاك الانسان. ولهذه مثلا القاضي وجماعته، القاضي وجماعته هي اكله معروفه كثير طبعا في بلادنا، ونقدموها كثير في المناسبات تاعنا، ونعرف كلنا المواطن الجزائري يعني معروف كثير بحسن الضيافه وكرامته، لما يجينا ضيف لازم نحضروا الاكلات هذوما. تسمية الأطباق التقليدية استمدت من الواقع المعيشي قديما، بين تمجيد لمهن اقتصرت على النبلاء وشهامة الرجل، وبين رزم اعتادت النسوة على حملها خلال السفر. هي في الحقيقة نقولوا زمت العجوزة زمان العجايز ما كاش هذه الفاليزات، ما كاش لما تروح مثلا تضيف تدي حوايجها ترزمهم في الرزمة. قلت أنا يا لما لا نحضر مثلا كيفية عندتها يعني كما دو فون دو غاتو على، وسميتها رزمت العروسة، درتها يعني باللوز والعجينه، ولما تطيب على نعسلوها ونشبحوها من الفوق بورده، انا سميتها رزمه العروسه. وللمثوم حكايه عشق ووفاء، رسمت طياتها باحاسيس جزائريه من حكايات قيس وليلى، رجل اقدم على قطع اصابع يده اخلاصا لزوجته. المثوم يعني كما قلت بالروميه لو فو امور، يحكي يقول لك هكذا ان كوب معنى حبوا بعضهم الزوجو، يعني كي الزوجو الشرط نتاع الزوجه واش قاتلو؟ قاتلو ابدا ما نطيبلكش اكله اللي فيها الثوم. كاين نهار كان معروض، لما عرضوه راح قدموا له اكله فيها الثوم، هو ما قدرش يقول لهم باللي ما ناكلش الثوم، اكله هكذاك ما يجي يروح للدار الحق ريحه الثوم مازالت في اصابعه، لما الحق الزوجه زحفت عليه، هو تلمو يحب الزوجه تاعو واش دار درجه راح قطع دوك صبعتيه اللي فيهم ريحه الثوم باش ما تقعدش في ريحه الثوم. ويبقى المطبخ الجزائري عابقا بمختلف الروائح الزكيه والالوان البهيه، كما انه تراث عريق ضارب في عمق التاريخ.